أركان الإيمان. الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره. كما ورد في الحديث الشريف عندما جاء سيدنا جبريل عليه السلام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قائلا: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم، ولا تنسوا ضغط الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. إلى اللقاء.